الحقيقه فوز النادي الاهلي الاخير في الماتش ده تاني يوم العيد خلى كتير جدا من جماهير النادي الاهلي يقولوا ما معناه شكرا يا اهلي العيديه وصلت. الحقيقه النادي الاهلي كالعاده طول عمره هو العيد وهو العيديه. تعالوا نتابع ونشوف جماهير النادي الاهلي قالت ايه للعيبه بمناسبه العيد. كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى، وادعي لكم على جميع المسلمين بالخير يا رب، وبتمنى لهم كل توفيق وان شاء الله يشرفونا كما عودونا. يعني اقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، ودايما كده ان شاء الله مفرحنا ومن كاس لكاس ومن من فرحه لفرحه ان شاء الله. اكيد كل فرد من افراد فريق الكوره وفريق اي فريق في النادي بقول له كل سنه وانت طيب وكل عيد اضحى وانت بخير. كل التوفيق لحمدي فتحي وكل سنه هو طيب، انا بحبه جدا كلاعب جدا جدا جدا. احترمت جدا حسين الشحات في قراره الاخير، كل سنه وهو طيب، كل الفرقه طيبه. كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله دايما يا رب موفقين. بوجه تهنئه لكل فرد من افراد الفريق، سواء الفريق الكره او فريق او الجهاز الفني او المدرب ومجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره، على راسهم الكابتن المحبوب حبيب الملايين كابتن محمود الخطيب، ربنا يديله الصحه. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين وكتر خيركم وتعبتم وعملتوا موسم كويس وان شاء الله يكمل بخير، واتبسطوا بالعيد واستحقوا وقت كويس تريحوا فيه وتقعدوا مع اسرتكم وتتبسطوا. انتوا تعبتوا كتير واسرتكم محتاجه تقعد معاكم شويه. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، واقول لفريق الاهلي الف مبروك على فوزهم على البنك الاهلي، وهم دايما مفرحيننا بصراحه، اكتر حاجه بتفرحنا في مصر هو فريق النادي الاهلي، وربنا معاكم دايما ويوفقكم دايما تبسطوا الاهلاويه والمصريين كلهم ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وربنا يوفقكم، والالتزام في الشغل والاجتهاد فيه بيأدي العمل احسن ان شاء الله، ربنا يوفقهم. عجبني جدا من الرسائل الكومنت كتيره جدا، فكره ان الناس بتتكلم على قد ايه اللعيبه بتاعتنا تعبت وقدمت موسم رائع وكانت مضغوطه، ففرصه ليهم كبيره اجازه العيد ان هم يقضوها مع اهاليهم، فده شعور بالاخر، لان فعلا اللعيبه بتاعتنا، ومش بنطلع نقول كده علشان برضو نقعد نقول او ندي اعذار، بس انتوا بطبيعه الحال حضراتكم عارفين ان الاهلي بيشارك تقريبا في كل البطولات، فعندك ضغوطات كبيره جدا، مش وقته بقى نقول حلها ايه، مش ده قصتنا، بس الفكره ان انت حاسس بيهم، ان انت فاهم اللي هم بيمروا بيه، ورغم كده هذا الموسم يا كريم مع الضغوطات دي اللي احنا قابلناها الموسم اللي فات واللي قبليه، وبصراحه كانت نتائجها وحشه على الملعب، يعني كان لها تاثير كبير هذه الضغوطات في الملعب، هذا الموسم تحديدا مع قياده كولر انا وغيري وكلنا من الجماهير مش حاسين يا كريم بهذا الضغط خالص، بالعكس في تناغم، في قوه من الدقيقه الاولى لاخر دقيقه في الماتش، انت اللاعب بتاعك بيقدم افضل ما عنده، بيجتهد، بيجري، بيباصي صح، في لعب جماعي رائع، في روح الاهلي موجوده في الملعب على مدار الماتش كله او 90 دقيقه او حتى الاكسترا تايم، انت شايف فعلا لاعب متكامل من جميع الجوانب، شايف مدير فني قادر ان هو يقدم الافضل ما عنده، فبصراحه لا لهم كافه الحق ان هم ياخدوا اجازه بعد هذا الموسم، موسم كان حلو جدا، موسم مضغوط جدا، ولسه طبعا هنستكمله مع برضو ماتشات في غايه الاهميه الفتره اللي جايه.